بس هنتكلم عن الطعم دلوقتي حالا وهنقول لكم الطعم بتاعها. هنبص هنا نشوف اللحم بتاعها عامل ازاي، ثمر اللحم بتاعها، هنيجي ندوق كده ماشي ونشوف المذاق بتاعها عامل ازاي. هي مش احسن حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل متابعين قناه صلاح ابو حسين الزراعي. النهارده هنتكلم معاكم عن صنف النعومي، وهو من الاصناف الاجنبيه. صنف النعومي دوت في الزراعه بيتزرع على 2 متر او 3 متر، يعني سعه الفدان بتاخد مساحه اشجار كبيره جدا. يعني في الاصناف العاديه لو الفدان بياخد له 90 شجره، ففي الاصناف الاجنبيه الفدان بياخد له بيتراوح من 250 شجره او 300 شجره. صنف النعومي زي ما انتم شايفين كده بيدي معاك منظر جميل وثمره جميله جدا زي ما انتم شايفين ماشي. ثمره والشجره بتدي انتاج وفير جدا، علشان ان شجره النعومي ما بتتاثرش بعوامل الجو، او الاشجار الاجنبيه عامه الاصناف الاجنبيه كلها ما بتتاثرش بعوامل الجو زي الاصناف المحليه. بس صنف النعومي دوت في ناس كتير بتسال بتقول احنا بنخزنه زي الزبديه. في فرق كبير جدا بين النعومي او اي صنف تاني غير الزبديه. يعني ثمره الزبديه ليها مذاق خاص جدا وليها طعم خاص جدا غير الاصناف التانية. يعني دي احنا لو شفناها كده قطعناها كده من البذ ماشي، هنلقى هنا زي ما انتم شايفين هي بدات تطلع السايل بتاعها، يعني حبايه مستويه على الشجر، مستويه على ابوها، يعني زي ما احنا بنقول في الفلاحين. هنبدا هنا نغسل الثمره كده بحبه ميه ماشي زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا نفتح معاكم الثمره. هنيجي هنا الثمره دي حلاوه ثمر النعومي ماشي، ان هو اللحم فيها بيبقى اللحم يعني مليانه لحم. هنفتح كده الثمره كده ونشوفها زي ما انتم شايفين كده. ادي الثمره ما فيهاش الياف، يعني ثمره ممتازه جدا، ولا فيها الياف ولا فيها اي حاجه. وهنيجي نشوف هنا ماشي، وتبدا تعمل بيها حركات وتعمل بيها اللي انت عايزه جدا. بس هنتكلم عن الطعم دلوقتي حالا وهنقول لكم الطعم بتاعها. هنبص هنا نشوف اللحم بتاعها عامل ازاي، ثمر اللحم بتاعها، هنيجي ندوق كده ماشي ونشوف المذاق بتاعها عامل ازاي. هي مش احسن حاجه، هي مش احسن حاجه، يعني الفرق بينها وبين الزبديه في الخزين فرق شاسع جدا، والفرق بينها وبين الممتاز والسكري والاصناف المحليه فرق شاسع جامد جدا. يعني انت كده بتاكل، يعني بتاكل حاجة زي ما مش مانجا، هي اسم مانجا بس الطعم مقارب عن حاجات تاني كتير جدا. ادي دي بالنسبة لصنف النعومي، هو صنف مفهوش الياف وصنف يعني حلو جدا ان انت ممكن تستخدمه اي استخدامات غير الخزين، وممكن ان انت يعني لو حابب ان انت تخزن منه عادي ممكن تخزن منه ماشي. هنبص هنا كده والقشره بتاعتها سمكها رقيق جدا، يعني كلها بيعتبر ان هي بيبقى كلها لحم. البذره بتاعته بتاعه صنف النعومي ده بذره رقيقه جدا، يعني بتبقى الثمره كلها لحم من جوه، بس اللحم مش هو كل حاجه في الطعم، يعني الطعم بتاعها بيبقى قليل جدا، يعني اقل حاجه في طعم المانجا هو صنف النعومي. صنف النعومي دلوقتي في السوق عامل من 20 ل 25 جنيه، ده بالنسبة لصنف النعومي. الناس اللي كانت بتسألني على طعم النعومي أو إزاي نفرق بينه وبين الزبدية في الطعم، في فرق شاسع جدا 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 في الطعم. هنشوف هنا كده آدي البذرة بتاعته ماشي، البذره بتاعته سمكها قليل جدا يعني، وحلاوتها ان هي ما فيهاش الياف. هنبص هنا كده البذره ما فيهاش الياف، ما فيهاش اي حاجه، وبذره ضعيفه جدا، بس هي الطعم قليل جدا، مش زيه زي العويسي، مش زيه زي الزبديه. لو انت حابب تخزن، فانت لو ما لقيتش الزبده
فانت تضطر ان انت تخزن نعومي. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم العام القادم باذن الله. سلام.